إذا نبدأ على بركة الله. وأول شيء اللهم انصر إخواننا في فلسطين وغزة نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. إذا نبدأ على بركة الله في فيديو جديد على قناة يونسات برو، قناة تقنية تهتم بكل ما هو تقني مفيد في مجال التقنية. تحياتي للجميع. هنا فيديوهات كثيرة وعديدة داخل القناة لزيادة السيارات لموقع يكون فري ترافيك وأيضا البيت ترافيك، شرحنا ونشرح العديد من العضويات المدفوعة داخل هذه المواقع. المواقع نفسها تجد بها خطط مجانية وخطط مدفوعة للترافيك المجاني لموقعك. إذا نبدأ على بركة الله. هنا المقالة بها مواقع تبادل الزيارات. المقالة بها مواقع تبادل الزيارات كما تعلم. أولا تفضل منهم إلى متابعي الأوفياء إلى الموقع بالضغط على سابوني أو اشتراك من هنا لمشاهدة جديد مقالتنا. وهنا كما تلاحظ لدينا الفيديو الأول أو الموقع الأول هو فود جيم، هو الموقع الذي يتحكم في كل هذه المواقع. من خلاله يمكنك تحويل العضوية إلى مجانية أو مدفوعة في كل هذه المواقع التي داخل المقالة. هذه المواقع ترافيك اكستشينج كلها تنتسب الى فود جيم، لان فود جيم هو الموقع الرئيسي، يعني هو المولد الرئيسي لهذه المواقع. يمكنك التحويل منها العضوية من مجانية الى مدفوعة لمدة شهر شهرين ثلاثة اشهر حسب الجولد او الذهب الذي جمعته داخل موقع فود جيم. لان موقع فود جيم هو لعبة رائعة جدا تمكنك من ربح ذلك الذهب أو الجولد، وذلك الجولد تحول به العضويات إلى مدفوعة وبالتالي تربح ترافيك كثير. وهذه الإضافة اسمها كاميل تاب. هذه الإضافة كما تلاحظ أنا أضفتها مسبقا إلى متصفحي. هذه الإضافة تمكنني من التنقل بين المواقع، تصفح سبعة مواقع، يعني ماكسيموم أنا أخطها فري في هذه الكاميل تاب. تمكنك من تصفح سبعة مواقع كما تلاحظ 199 صفحة تصفحتها في كل مواقع كما تلاحظ. أضغط على المثلث فوق ثم ديفولت سيتينج، يجب عليك برمجته أولا ثم ديفولت سيتينج، ثم تأتي إلى الساوند ثم لا ديزيبل يعني أو ديزكتيفي أو إيقاف تشغيل الصوت، ثم من أوتو كليك جيمز تختار فود جيم في أوتو كليك جيمز، هاي تكون هكذا نون أوف ديم. أنا حذفتها الآن، ها سأفعلها. أضغط على فود جيم، الآن هي مفعلة 1 على 3 يعني مفعلة كما تلاحظ. ثم نذهب إلى موقع فود جيم، ها هو موقع فود جيم هنا تحت كما تلاحظ. لاحظ معي هنا هاو تو بلاي، تضغط على هذه القبعة فوق، من هنا ستظهر معك هذه الصفحة. هذه الصفحة فيها هاو تو بلاي ذا فود جيم، كيف يمكنك لعبة الغذاء. إذا هنا هذه الشيفات، لاحظ معي فوق في النوافذ لدي العديد من النوافذ مفتوحة كلها أمامها قبعة شيف. لاحظ أمامها علامة بلاي، لاحظ هذه علامة بلاي تظهر معك في كل 25 صفحة، يعني تظهر معك علامة بلاي في 25 في 50 في 75 في 100 125 150 200 175 200 150 يعني مهم، على كل 25 صفحة تصفحتها تظهر معك قبعة شيف. لاحظ معي تأتي هنا ثم مزلت ثم ديفولت سيتينج، لهذا فعلت هذا الخيار اوتوماتيكي اوتو كليك جيمز، يعني لن تحتاج كل مرة ان تلاحظ اي ظهرت ام لم تظهر. فعل فقط هذه الاضافة وفعل هذا الخيار اوتو كليك وسيتم الضغط عليه اوتوماتيكيا. الان لاحظ معي نحن الان في السيرفين، هذا هو السيرفين. نحن الآن في الصفحة 299، الآن ستظهر في 300 ستظهر معي الهدية. لاحظ معي كل الصفحات الآن، يعني تعمدت بالأسرع هكذا. لاحظ ضغط على الرمز الصحيح يتحول، لاحظ تعمل روتيش الإضافة تقوم بالتنقل بين مواقع الترافيك. لاحظ ثم سيلفر، نضغط على سيلفر الصحيح ثم رمز 6، لاحظ بوم انبثقت الهدية اوتوماتيكيا هاي. ثم سأعود يدويا الى الصفحة التي انبثقت منها، ثم لاحظ اضغط على العنب من هنا قرن الصحيح، ثم ستنبثق معي
الهدية في الصفحة الثانية. لاحظ بوم من بتقس ضغط اوتوماتيكي. لاحظ 119 جولد، ربحت في التيستي 119 جولد. هذا رائع جدا. ها هي 119 جولد كما تلاحظ. هاي هدية قيمة 119 جولد. والطوماتو لاحظ هذا ما يكون موقع تيستي. التيستي هي ايفنت او حدث يقومون بعمله لمدة اسبوع اسبوعين. ثم اضغط هنا على الميكروفون. لاحظ بوم من بطاقة الهدية الجديدة. موقع سميت ادفافري اعطاني 25 جولد كما تلاحظ. ثم اضغط على واحد. ثم بوم موقع سيرف باش اعطاني الهدية 3 جولد. ثم لان كل موقع الان في 299، وكما قلنا على كل 25 صفحة تحصل على هدية. ثم ديفولت سيتينغ، ثم تفعل هذا الخيار وتكليك. ضروري ان تكون مفعل هذا الخيار ليظهر اوتوماتيكيا على الشيفات. ثم هنا اضغط على الرمز الصحيح. ثم هنا اضغط على الجولد من هنا. ثم هنا اضغط على هون بتقع اوتوماتيكيا الهدية الاخيرة 1 اكسبيرينس بوينت. ثم نعود للصفحة. ثم الان نضغط على الساندويتش ثم البيض ثم نبدأ التصفح هكذا. نضغط على البيض يمر الموقع الموالي. ننتظر قليلا الايقونات. اضغط على هذا المونتيسور ثم اضغط على 7. يتحول اوتوماتيكيا. لاحظ الاضافة من تعمل. هذا هو سحر الاضافة، يعني تقوم بالتنقل بين النوافذ السيرف فقط رغم انني فاتح. لاحظ كمية النوافذ فهي تقفز، يعني تعمل ديتكت لروابط السيرفين. لاحظ نضغط على البيضة، نضغط على الساندويتش ثم نستمر هكذا في التصفح. هكذا نستمر في التصفح بهذه الطريقة. اضغط على البطارية ثم اضغط على 5. ثم اضغط على الماسة الزرقاء ثم ريد. لاحظ معي ثم 5. ونستمر هكذا في التصفح بهذه الطريقة. طريقة سهلة وبسيطة للتصفح. هكذا نستمر في تصفح الصفحات على هذه الشكلة. الموقع تلو الآخر. لاحظ عندما تكون لديك صميم الأنتنة الجيد والكمبيوتر يتفاعل معك، يعني خفيف نوعا ما الكمبيوتر، يعني تحصل على تصفح سلس ورائع جدا لهذه المواقع. وكل هذه الكريديت تضيفها إلى موقعك، يعني تذهب إلى الصفحة في كل موقع على حدة، كل موقع ترافيك على حدة تذهب إليه وتضيف رابطك عن طريق خانة ادفيرتايزنج. تزيد خانة اسمها ادفيرتايزنج في كل موقع تدخل إليها وتقوم بإضافة رابطك وتحول تلك الكريديت كلها التي ربحتها إلى ترافيك لموقعك، وبالتالي تحصل على التحويلات والزيارات لموقعك. لكن لا أنصح باستعمالها مع جوجل أدسنس، يعني لا أنصح باستعمال هذه الخطة مع مدونة مربوطة بجوجل أدسنس، سواء على بلوجر أو على ووردبريس. لا تستعملها على حسابك جوجل أدسنس، وانا احذر من استعمالها على جوجل أدسنس، لان الباونس ريت كما تلاحظ 8 ثواني 10 ثواني. معدل الزيارة كما تلاحظ منخفض جدا ويؤثر على الحساب. كما تلاحظ لازلت اتصفح. هنا هدية. اضغط على هاتي. لاحظ ربحت 1 سنت كاش. ثم نستمر هكذا في التصفح. موقع تلو الاخر. اضغط على المفتاح ثم الرقم 7. ثم نستمر هكذا بهذه الطريقة، يعني بدون كلل ولا ملل تستمر في التصفح. نفتح الصندوق هكذا ثم نستمر في التصفح. هذه المواقع ضروري ان تكون مربوطة مع فود جيم، تربطها عن طريق خانة بارتنر سايت في فود جيم. سنشرحها لكم عند الانتهاء من السيرف. لاحظ معي السيرف لا حدود له، يعني تصفح حتى 1000 صفحة في كل موقع لا مشكلة. السيرفين لا حدود له، يعني عمل ممتع. تجمع الكريتيز وتحولها الى ترافيك، وكل يوم تتصفح، كل يوم يعني تقوم بتصفح هذه المواقع تجمع عدد هائل من الكريتيز، يعني تصبح في غنى عن التصفح. عندما مثلا تعمل لشهر من التصفح او شهرين او 3 اشهر يصبح التصفح عندك نسبي، ليس كل يوم، لانك جمعت الكثير من الكريتيز وضمنت ترافيك رهيب لموقعك او لعرضك في CPA او عرض الافلييت او اي عرض لديك. اظن انك فهمت طريقة العمل. العمل يكون يومي، ليس عمل
فقط ليوم واحد فقط ويترك العمل وتقول أن ليست هناك نتائج. يجب عليك العمل يوميا على هذه المواقع لتحصل على ترافيك يومي لموقعك أو لعرض رابط سي بي آر الخاص بك، وغالبا لعروض أفلييت لأنها هي الكثيرة والعديدة تحصل على تحويلات داخل هذه المواقع. إذن هناك ما تلاحظ لازلنا نتصفح، هذه هي وتيرة التصفح، وتكون أسرع من هكذا عندما أكون لأسجل الفيديو، يكون تصفح سريع جدا. تحصل على كريديت وتحولها إلى روابطك الخاصة. بهذه الطريقة نتصفح كل موقع على حدة ونربح الكريديت. وأيضا عندما تصل إلى 25 صفحة تحصل على الشفعات وتحصل على الهدايا، إما عبارة عن خضر وفواكه، إما عبارة عن مشروبات، إما عبارة عن جولد على حسب الهدية التي أعطاك الموقع. ونستمر هكذا في تصفح موقع تلو الآخر بهذه الطريقة. وفي فود جيم يمكنك ربح الجولد أيضا، هناك العديد من الخطوط يمكنك العمل بها وربح الجولد. ونستمر هكذا في السيرفين موقع تلو الآخر بهذه الطريقة. هنا توقف معي الانترنت، أعيد أكتواليزي. هناك ما تلاحظ نغلق هذه النوافذ لأنها تثقل الكمبيوتر. لاحظ هذه الهدايا التي ربحت، 3 كريديت، كوكين فوشار، لاحظ معي هذه كل الهدايا التي ربحتها داخل الموقع عن طريق هذه الشفعات. لاحظ البونيس كم من حصلت. ثم نغلق النوافذ الأخرى، لاحظ 119 جولد، ثم هنا تفاحة، ثم هنا التوم، ثم الطماطم، ثم هنا لاحظ معي هنا الجولد 25 جولد، ثم نغلق، ثم هنا تين بانر واكسبير لينك، هنا تشيلي الحارة، هنا البيض كما تلاحظ واحد اكسبيرينس، ثم هنا 5 XP، ثم هنا 1 إكسبيرينس. ثم نكمل التصفح بهذه الطريقة كما تلاحظ، نغلق كل هذه براد، ثم هنا جولد، ثم جولد، لاحظ هذه النوافذ كلها فتحتها. يعني هذا هو الشغل، تعرفت لكم نوافذ مفتوحة كما تلاحظ، 1 إكسبيرينس، 2 كوكين فوشر، 34 جولد كما تلاحظ، لانتايلز أو العدس، بيف كما تلاحظ. هذه كل مواد يمكننا استعمالها في فود جيم. ثم نكمل التصفح بهذه الطريقة، نستمر في عمل السيرفين هكذا. بعدما أغلقنا كل النوافذ نستمر في عمل السيرفين بهذه الطريقة. أضغط على 7، ثم هنا الهدية في الجانب، ثم أضغط على رمز المشابه، ثم جولد، ثم الرقم 5، ثم نمر للموقع الأول هنجري فور ريز. ننتظر ريز ما يتحمل. ها هو تحملت معنا الصفحة، يبدأ العداد كالعادة. ونستمر في التصفح. بعد ظهور الأيقونات نضغط على الرمز الصحيح، رقائق البطاطا أو تشيبس، ثم هنا نضغط على الرمز الصحيح هكذا، ثم نضغط على 3. لاحظ بعد نضغط على 3 مباشرة يتحول النافذة الموالية، يعني مباشرة لاحظ بلو النافذة الموالية الأخيرة. لاحظ نضغط على أحد هذه الدوغ هاوسز، ثم نضغط على 0 ونستمر. البيض هكذا الرمز الصحيح، ثم النافذة الثانية نضغط على الرمز الصحيح، ثم النافذة الثالثة أضغط على الرمز الصحيح من هنا 3، ثم هكذا نستمر في التصفح بهذه الطريقة هكذا. هذه طريقة التصفح. ثم ريد هنا، ثم هنا 4، ثم نستمر بهذه الطريقة أناناس، ثم نستمر بالتصفح. يعني طريقة التصفح سلسة وسهلة. هاي الإضافة نفتحه مرة أخرى لنلاحظ كم تصفحنا. إحصائيات، لاحظ هاي الإضافة تعطيك إحصائيات كم تصفحت، 315 كما تلاحظ صفحة تصفحتها. إذن هذه هي فود جيم، هذه الصفحة هي تشرح لك موقع فود جيم بالتفصيل. لاحظ once every 25 pages، يعني كل 25 صفحة تصفحتها تحصل على الشفعات. تأتي إلى مربع default setting، ثم تعمل ديزيبل للصوت، ثم هنا اوتو كليك جيمز تحولها الى فود جيم 1/3 هكذا. ضروري ان تعود هذه اوتو كليك جيم الى 1/3.
ليضغط اوتوماتيكيا على هذا الرمز. وهنا هاتي هي فود جيم الصفحة الرئيسية. من هنا بارتنر شوب إذا أردت شراء عضوية مدفوعة في مواقع الترافيك التي نتصفحها. ها هي لدينا 74812 جولد كما تلاحظ ها هو. ويأتي اسماء المواقع والبرودكت نيم والبرودكت تايب والكوانتيتي والبرايس ان جولد تمن بالذهب. يعني كل عضوية لديها تمن بالذهب كما تلاحظ. لاحظ معي هنا عديد من مواقع ترافيك اكستشانج. انا فقط خصصت لكم مواقع التوب الجميلة، يعني المواقع التي يمكنك تتصفحها والحصول على نتائج كثيرة وعديدة في مواقع السي بي ار وافلييت واي عرض تروج له. عادة جوجل ادسنس مدونة مربوطة بجوجل ادسنس مدونة بلوكر او وردبريس لا تستعملها لان الباونس ريت منخفض جدا وسيسبب في غلق حسابك. لهذا احذر وانذر من استعمالها على مدونة بها حساب مربوط بجوجل ادسنس. لاحظ هذه المواقع التي نتصفحها ايزي اونلاين ادفرتايزن وفاست اند فيريوز. هنا العضوية ثمنها بالذهب. وامامها علامة باي، يعني علامة باي على كل يعني اتوفى عليه. هنا بارتيسيبيتين سايت. من هنا تضغط على الزر الازرق هو في الميد اونلاين بيلدر، هذا الزر الازرق لربط حسابك فود جيم بحسابات ترافيك اكستشنج التي انت مسجل فيها. ويستحسن ان يكون نفس الايميل تسجل به على كل هذه المواقع. اذا لم يكن نفس الايميل ضع هنا الاي دي الخاص بك هكذا ها هو في كل خانه ضع اي دي خاص بك. صحيح ستضعه هنا في هذه الخانه، يعني كل موقع امامها اي دي كما تلاحظ. انا اتسجل بنفس الايميل، نفس ايميل فود جيم اتسجل به في كل موقع. لاحظ بعد الضغط على الزر الازرق يبدأ في البحث، يبحث لك عن عضويتك. ثم هناك كاميل تاب، هذه الإضافة التي شرحناها كثيرا شرحناها. وهنا المقالة بها روابط التسجيل وكل شيء. إذا لم تفهم أي شيء ضع تعليق تحت المقالة أو تعليق تحت الفيديو في يوتيوب وسأشرح لك بالتفصيل ما هو يعني الحل لمشكلتك التي تعرضت إليه. لاحظ هنا كل روابط التسجيل تجدها عن طريق البانرات. وأيضا تفضل بانضمام لمتابعي الأوفياء الموقع بالضغط على سابوني أو اشتراك لتوصل بجديد مقالتنا من هنا. ثم هنا هذه قناتنا ليونسات برو، هي قناة متخصصة في كل ما هو تقني مفيد في مجال التقنية. كما تلاحظ تخصصنا في مجال الترافيك وفري ترافيك وزال بالزيارات لموقعك وأيضا البيت ترافيك، شرحنا العديد من المواقع. إلا أن العديد يحب الفري ترافيك، لهذا أشرح لكم الفري ترافيك رغم أنه متعب إلا أنه ممتع وجيد جدا لكل الإخوان. تحياتي للجميع، كان معكم من سات برو. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. تحياتي للجميع.